خلينا نروح لزميلتنا هنا ابو القاسم في نادي اهلي الشيخ زايد ونشوف الاجواء هناك. مساء الخير يا هنا. برحب بحضرتك يا كابتن خالد وبضيفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد هنقل لكم الأجواء وكمان آخر استعدادات لمباراة الأهلي والإفريقي، مباراة السوبر الإفريقي. يعني خليني أقول لحضرتك إن الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي في حالة من الحماس والترقب. طبعا مباراة مهمة جدا، يعني بجانب إن مباريات الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، لا كمان مباراة النهاردة طبعا مباراة السوبر الإفريقي الفائز فيها هيتأهل لكأس العالم للأندية وهيمثل طبعا القارة السمراء. بنتمنى طبعا التوفيق والفوز لفريق النادي الأهلي ورجال النادي الأهلي النهارده. ده على صعيد الأجواء. كمان خلوني أنقل لكم الاستعدادات للمباراة من داخل فرع الشيخ زايد. يعني الحقيقة الإدارة التنفيذية بفرع الشيخ زايد بذلت مجهود كبير جدا، يعني موفرة 4 شاشات لمشاهدة المباراة، طبعا كل ده لخدمة الأعضاء. يعني قبل ما أختم كلامي مع حضرتك طبعا بتمنى لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي كل التوفيق في مباراة اليوم، وإن شاء الله يكونوا أبطال السوبر الإفريقي. العودة لحضرتك مرة أخرى في الاستوديو.